تؤكد الحكومة الجزائرية وزير الاتصال بتنظيم وتطهير الأوضاع في أقرب الأجال في انتظار تنصيب سلطة الضبط السمعي البصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة إن شاء الله، حيث تم مؤخرا وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر الشروط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل المتعاملين. كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط التزام صريح ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون. أما تلك التي تخالف فتمنع بتاتا من النشاط في التراب الجزائري. هذا أخواتي إخواني لا يعني تماما التراجع عن فتح القطاع السمعي البصري. هو تنظيم نشاط كما يتم ذلك في كل دول العالم، وذلك بحفاظ على الأخلاق في بلادنا. وأقول بقوة نعم لحرية الصحافة، ولكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي. نعم للتعددية الإعلامية، ولكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد. والدولة ملتزمة بالحفاظ على مستقبل كل الصحفيين الجزائري. ثالثا أقول بقوة نعم للمردود النشاط الإعلامي، ولكن لا ثم لا للتهريب الضريبي أو إخفاء عوائد الإشهار في شركات إيصال أو شركات وهمية. أقول كذلك نعم للحق في البحث عن المعلومة وتبليغها، ولكن لا للابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي. حرام. والضغط على كافة إطارات الدولة غير مقبول. أقول كذلك نعم لثقافة المواطنة، نعم لثقافة المواطنة والتربية الدينية، ولكن لا للفتنة ولا لخطابات العنف. إنني مقتنع أننا نستطيع مع نساء ورجال الصحافة كلها والإعلام والفن رفع هذا التحدي الجديد في مسيرة تنمية البلاد والمجتمع. أما من يريدون استغلال مهنة الإعلام النبيل لتحقيق مصالح شخصية والمساس بالجزائر وبكيان الحضارة الجزائرية، فأقول لهم إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا برمته الذي يرفض مغامرتكم ويعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار في ظل مشروع التجديد الوطني لفخامة الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة.
فمن اليوم فصاعدا لن ولم يسمح بأي تجاوز، وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف. أؤكد من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز، وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف. وأقول قولي هذا بحضور كل الوزراء والمؤسسات المعنية. كما أذكر أن نفس الالتزامات تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم، ففي نشاطهم العام لا يمكنهم اتخاذ مواقف غامضة حين يتعلق الأمر بقيم وأسس الأمة الجزائرية، وسيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب. هذه كلمتي أخواتي إخواني، اغتنمت هذه الفرصة لأن قضية محاربة الغش أصبحت قضية هامة وهامة جدا، ونحن في ظروف دقيقة أؤكد سنتين ونحن مع صدمة اقتصادية، صدمة البترول، انخفاض الأسعار، والحمد لله وبشهادة عدة مؤسسات دولية سنتين واقتصادنا مازال واقف. هذه هي إرادة رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية، ولكن ضروري كذلك أن نحارب كل ما يعكس هذا التطور الاقتصادي لبناء مجتمع قوي، مجتمع متحضر، مجتمع مبني على الثقافة. رجال الثقافة هم القدوة. وأخر كلامي وأؤكد بقوة أن في كل مجالات سنكافح الغش. إذا لاحظت فيه كلام، وهذا راجع إلى هذه السياسة التي انتهجناها ألا وهي مكافحة الغش في عدة ميادين. لاحظت مثال في الصادرات، في عامل مكثف لمكافحة الغش، وهذا ممكن يعكس بعض أطماع. فأقول للجميع، فأقول وهذا آخر كلامي، من غشنا ليس منا، إن الله ولي التوفيق. والسلام عليكم وشكرا على حسن التبايع.